بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الأعزاء، كل سنة وأنتم طيبين. نكمل مع بعض النهاردة إن شاء الله موضوع من المواضيع المهمة جدا اللي في الكونكتيف تيشو ديزيزز، ونتكلم عن موضوع مهم قوي اسمه ديرماتو مايوسايتس. من اسمه كده هو انفلاميشن في الجلد مصاحب بانفلاميشن في المسلز. الديرماتو مايوسايتس من الأمراض اللي نوت رير، بنشوفها مش قليل يا جماعه، والايدج بتاعتها بيبدا في تقريبا عند سن ال 40 سنه، مور كومن في الفيميل نسبه اعلى بكتير. ونقول الكلاسيفيكيشن بتاع الدرماتومايسايتس، هي كلاسيفيكيشن مهم جدا، البوليمايسايتس والدرماتومايسايتس، بوليمايسايتس درماتومايسايتس وتشايلد هود درماتومايسايتس. طيب لما تيجي تقول لي هو الدرماتومايسايتس درماتومايسايتس اسبابها ايه؟ في 50% من الحالات انون، ونقعد ندور ما نلاقيش، مش لاقي السبب. بس الانترنال بالنسي بالذات برونكوجينيك كارسينوما من الحاجات اللي بنلاقيها مش قليل خالص في حالات الدرماتومايسايتس. طبعا اذر كوزز زي الاوتو اميون ديزيزز، وطبعا في عندي سبيسيفيك انتي بوديز او سبيسيفيك اوتو انتي بوديز زي الجي او 1 انتي بوديز، ام اي 2 انتي بوديز، والكي يو انتي بوديز. نقولهم تاني، جامايكا جي او ام اي كي يو انتي بوديز، دي الحاجات المهمه جدا. طيب تعال نشوف بقى الدرماتومايسايتس واحفظها معايا في خمس دقايق بجد. الدرماتومايسايتس هشخصها ازاي؟ كلينيكال بيجي للعيان بالهوليتروب اريثيما. هوليتروب بيري اوربيتال نيرف. واحد يقول لي يعني كلمه هوليتروب، اقول له هوليتروب دي اسم زهره البنفسج، اسمها هوليتروب زهره اسمها هولي. عشان كده بيري اوربيتال فايليشس اريسيما، بيري اوربيتال فايليشس او هوليتروب الاريسيما. بعد كده بيجي لي العين بجوترن بابيول وجوترن سايت. بص معايا، الجوترن بابيول تيجي اجينست الجوينتس بتاع صوابع ايديا، بابيول ولونها فايليشس، بابيول ولونها فايليشس تيجي فين؟ اجينست الجوينتس بتاعت ايديا. طب والجوترن ساين ده بقى فلاتن فايليشس ماكيولر اريا، بتيجي على الدورسم اوف ذا هاند، على الدورسم اوف ذا هاند. يبقى قلنا بيري اوربيتال هوليتروب اريسيما، جوترن بابيول اجينست الجوينتس بتاع صوابع ايديا، والجوترن ساين بتيجي على اجينست الدورسم اوف ذا هاند. حاجات مهمه جدا، بيري انجوال يعني حوالين الضوافر اريثيما وتلنجكتيزيا، هلاقي حوالين الضوافر في النيل فولد اريثيما وتلنجكتيزيا. مش كده وبس، في الاقي راجد كيوتيكل. يعني ايه كيوتيكل؟ انت لو بصيت على النيل بتاعي، لو بصيت كويس على النيل هتلاقي النيل في حته شفافه صغننه كده ماسكه الجلد في النيل، دي اسمها الكيوتيكل. دي بلاقيها متشققه قوي 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 في الدرماتومايسايتس، راجد كيوتيكل. حفظت معايا؟ طيب عندك ايه كمان؟ هلاقي بوكيلو ديرما، بوكيلو ديرما في جسم العيان. بوكيلو ديرما هي موتلينج، موتلد هايبو هايبر بيجمنتيشن تلانجكتيزيا واتروفي، موتلد هايبو وهايبر بيجمنتيشن تلانجكتيزيا والاتروفي. ما تنساش في معظم الكونكتيف تيش ديزيزز بلاقي كالسينوزيس كيوتس، كالسينوز انكريز الديبوزيشن اوف كالسيوم اجينست لارج جوينتس، وتفتح الجلد بالسريشن وتطلع كالسيوم شوكي لايك ماتيريال من الجلد. طيب الحاجات التانية اللي مش بنشوفها كتير قوي، الشاول ساين والفي شيب ساين. في شيب اللي هي حته بتاعت القميص دي بتبقى فيها اريثيما، والشاول ساين نفس الكلام اريثيما وهايبر بيجمنتيشن على الشولدرز يا جماعه. طيب من الحاجات التانيه اللي ممكن نلاقيها الميكانكس هاند. الميكانكس هاند من كتر العيان ما بيستخدم ايديه، بص بيستخدم ايديه عشان يقف، من كتر ما بيستخدم ايديه عشان يتحرك لازم ايديه بتبقى مسمره عامله زي ايد الميكانيكي. تعال بقى نسمع بعض بصوره الكوتينيس مانيفيستيشن اوف درماتومايسايتس، نقول مع بعض بيري اوربيتال هولتروب ريسيما، جوترن بابيول، جوترن ساين، بيري انجوال تلانجكتيزيا وريسيما، راجد كيوتيكل مهمه جدا مهمه جدا، راجد كيوتيكل، البوكيلو ديرما، موتلينج هايبو هايبر بيجمنتيشن وسكن اتروفي وتلانجكتيزيا، وبنلاقي تشاول ساين، بنلاقي بي شيب ساين، وبنلاقي الميكانكس هاند. طيب حلو قوي. اذرز ممكن الاقي ايه كمان عند العيان؟ الاقي عنده شويه فوتو سنسيتيفيتي، ارتجاريا، هايبر بيجمنتيشن، وممكن ارسيما ملتيفورم لايك ليجن، من الحاجات اللي ممكن الاقيها في الدرماتومايوسايتس. كده خلصنا من المشاكل بتاعت الجلد. طيب تعالى قول لي بقى العيان اللي عنده درماتومايوسايتس بيشتكي بعضلاته ازاي؟ انا اول ما بشوف الحاجات الفايليشس لاجينست الهاندز وحوالين العين وفي الدورسوم ذا هاند عايز اكسكلود الدرماتومايوسايتس.
ببص على العضلات بلاقي العيان عنده بروجريسيف سيمتريكال ويكنس، بروجريسيف سيمتريكال ويكنس، وليتر اون بيحصل اتروفي في البروكسيمال ماسل اوف اكستريميتيز ليدنج تو ديفيكولتي في الرايزنج فروم سيتنج وذاوت يوزنج ارمز. ما يقدرش العيان يقف زينا كده، ما يقدرش يقف كده، امال ايه؟ عشان يقف لازم يسند بايده كده ويحمل بايده ويقف، من كتر البريشر على ايده بلاقي الميكانيكس هاند. طيب ماشي، ماسل اتروفي ان ماسل تندرنس مي بي ايفيدنت في البالبيشن، يعني لما تمسك العيان كده ما بيستحملش، يبقى قلنا بروجريسيف ماسل ويكنس، ماسل تندرنس واتروفي. طيب ديسفيجيا العيان ده، وافتكرني واساله بتبلع كويس؟ يقول لك ما ببلعش اللقمه من غير كوبايه ميه. ده في حاجه تانية بقى في المصل، ده ممكن الدايفرام نفسه يتضرب، الدايفرام يتضرب يعمل لي سام سورت اوف ريسبيراتوري فيلير. حلو قوي. طيب السيستميك مانيفيستيشن في الدرماتومايسايتس كفايه بصراحه. رير موجوده، ممكن الاقي شويه رينال انفولفمنت، ممكن الاقي شويه هيباتيك انفولفمنت، بس مش مشهوره قوي. تعال نشوف حاجه مهمه جدا، عندي نوع من الدرماتومايسايتس اسمه تشايلد هود درماتومايسايتس، ده بيبقى يا جماعه المالجنسي فيه بيبقى رير ماتش مور سيفير ذان ان ادلت، بيبقى جامد جدا عنيف جدا في الاطفال، مع ذلك الكالسيفيكيشن بتحصل فريكوينت. Child recover without any residual difficulty. يعني ايه؟ العيان بيخف تماما من غير ما يسيب لك اي سايد افكت حصل عنده في الادلت. انت عندك في العيان في الكبار بيحصل بروجريسيف ماسل ويكنس، دي ابديه ما بيتحسنش، انما في تشايلد وود بيحصل له ويكنس بعد كده الولد بيتحسن جدا جدا جدا، بس للاسف الريكارنس يمكن بيبقى رول في تشايلد هود درماتومايوسايتس. طيب انا بشخص العيان ازاي؟ بالهيستوري اكزامينشن. اللاب اهم لاب الكرياتين كاينيز، الكرياتين كاينيز، كرياتين فوسفو كاينيز. هفكرك بحاجه، لما كنا طلبه في امتياز وكان يجي لك العيان بتشيست بين جامد جدا في الاستقبال، كنا بنعمل له ايه؟ نعمل له اي سي جي ونعمل له، بص افتكر، غازات الاكسجين كارب دايوكسيد، ونطلب له كاردياك انزيمز، كنت بطلب له كرياتين وليس كرياتينين، الكرياتين كاينيز. ليه؟ في حالات الانجينا بيطلع الكرياتين كاينيز، في حالات اي مصل دامجنج بيطلع الكرياتين كاينيز بنسبته عاليه جدا. طيب من هنا عندي درماتومايوسايتس، فالمايوسايتس هنا بتبقى اسوشيتد اهم حاجه يا جماعه بالكرياتين كاينيز، دي تعمل يعني دي بنعتبرها يعني دياجنوستيك تيست مهمه جدا جدا جدا. اذرز بقى تلاقي السيدمنتيشن عالي، اليورين بتلاقي فيه شويه كرياتين كاينيز زي ما بتلاقيه في الدم، الاوتو انتيبوديز اللي احنا قلنا عليها جي او ام اي كيو انتي بوديز بتبقى سبيسيفيك وهتلاقيها بوست. طيب وقفنا في الدياجنوز على كده، لا لازم اعمل رسم عضلات ومصل بايوبسي. طب من غير سكين بايوبسي بعمل رسم عضلات وبعمل مصل بايوبسي وبتبقى دياجنوستيك. طيب بالنسبه للهيستوباثولوجي بتاع الدرماتومايسايتس بلاقي يا جماعه فلاتنينج في الابيدرمس، فلاتنينج في الاردرز، وكده بلاقي هيدروبيك ديجنريشن في البيزل سلاير ابر ديرمال اديما. خلي بالك من هيدروبيك ديجنريشن، واحده من الحاجات المهمه درماتومايوسايتس. طيب سكاتر انفلاماتوري انفلتريت وميلانوفيج، فايبرنويد ديجنريشن في الابر ديرمس واراوند الابر ديرمال بلاد فيسلز. فهمني هو الهيستوباثولوجي بتفهم؟ ايوه طبعا، واحده واحده كده معايا، فلاتند ابيدرمس وهيدروبيك ديجنريشن اوف بيزل سيل. هيدروبيك ديجنريشن في مين؟ بيزل سيل. يعني ايه هيدروبيك ديجنريشن؟ حصل ديجنريشن في البيزل سيل، فالبيزل سيل دي بقت ريبليزد مكانها ديجنريشن بميه، تمام؟ ينزل من البيزل سيل
ميلانين، حاجه اسمها بيجمنتري انكونتيننس. حلو. تروح جايه الماكروفيج واكلاها، تتحول من ماكروفيج لميلانوفيج، تفضل بصبغتها مدى الحياه، واي ميلانين في الدرمس تديك اللون الازرق. خلاص انت فسرت لنا كده ليه الهالتروب ريسيما للجتر مبيول للجتر سايد لونه ازرق. نقول تاني في الهيستوباثولوجي فلاتند ابيدرمس هيدروبيك ديجنريشن اوف بيزل سيليه، فلما حصل ديجنريشن في البيزل سيل نزل منها الميلانين بيجمنتري انكونتنس، ساعه جت الماكروفيج واكلاها اتحولت من ماكروفيج لميلانوفيج، تفضل قاعده واي ميلانين في الدرمس تديك اللون الازرق. طيب فايبرينويد ديجنريشن في الديرمال بلاد فيسلز، ايوه بيحصل، احنا اتفقنا ده كونكتيف تيشو ديزيزز، فبيضرب كل ما هو ديرمس وكل ما هو في الديرمس. طيب بصوا يا جماعه بقى، الدياجنوزز اوف ديرماتومايسايتس، ديفينيت دياجنوزز لو لقيت السكن ليجنز مع اربعه اذر مانيفيستيشنز، بيبقى بروبابلي ديرماتومايسايتس لو لقيت السكن ليجن مع ثلاثه اذر مانيفيستيشنز، possible dermatomyositis لو لقيت skin lesions مع two of other criteria. طيب ايه العلاج؟ علاج الدرماتومايسايتس، بص بص مش هقوله بالترتيب، بس لو ما لقيتش في الرشتة بتاعتك انتي ملاريا ازعل منك. هو العلاج ايه؟ complete bed rest. الكورتيزون is a must. وهنا يا جماعة في محاضرة عن الكورتيزون، اقوى كورتيزون في الدنيا هو برنزون، وفي الحالة دي أنا محتاج أقوى كورتيزون، العيان ما بيتحركش، فبدي البريدنيزون من نص الواحد من الجرام بالكيلوجرام بدي ويت. أوعى تنسى، أوعى تنسى الأنتي مالاريال، يبقى بدرست وكورتيزون والأنتي مالاريال. أذرز بحب قوي السلسبت، بحب قوي الموفيتيل، فيري إفكتيف، 500 ملي جرام مرتين في اليوم مع الاسترويد ومع البيد ريست ومع الانتي مالاريال. الاسبرين مي هيلب نون سترويد الانتي انفلاماتوري. سيرش فور ذا كوز، دور على البروكوجينيك كارسينوما وعالجها، الدرماتومايسايتس هتتحسن. كنت سامعين طيبين، اوعى تنسوا احنا في العشر الاواخر من رمضان، وما تنسوش دعاء ليلة القدر، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، كل سنة طيبين، وأشوفكم على خير، وبكرة إن شاء الله معاكم وخمس دقايق جلدية. ماجد الشيخ.